من إكسبو 2020 في إمارة دبي، الحدث الأكبر عالميا، بناخذكم في جولة لأهم وأكبر جناح، جناح الإماراتي، وكلنا اعتزاز وفخر بهذا الجناح بما فيه من معاني وأشياء جميلة. ما بنتكلم كثير، تعالوا معنا الجولة. هذا المبنى الجميل هذا، انا ما بخليك اليوم الا تشرح لي عنه كل شيء بالتفصيل. تفضل. ان شاء الله. الجناح ماخذ انطباع او ماخذ مسمى ارض الحالمين. الجناح اللي مثل ما تشوف الشكل الهندسي والخارجي مستوحى من الصدر، وعنده تقريبا 28 ريش بالصدر. 28 ريش. هي 28 ريش، وفي الريش او في منطقه الريش بتلاحظ وجود الالواح الشمسيه. الالواح الشمسيه تساعد في تشغيل الجناح عن طريق طاقه الشمس، او ممكن نبعث الكهرباء نفسها للديو. يعني يتم هني جنريتنج او توليد كهرباء عن طريق هذه اللوحات الشمسيه. نعم. وتعطونها لديوة. نعم. الكهرباء. هينا. في دبي. فالصقر يعكس النقله والتطور السريع لكن الذكي اللي حصل في الامارات. نحن نتكلم على 50 سنه تطور، 50 سنه دوله تقدم. الامارات بنت حضاره. هينا. دول عاشت لقرون حضارة. نحن لله الحمد بنيناه في 50 سنة، ونتطلع للخمسين سنة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. الأوليين كيف استخدموا الفلي وأهمية الفلي؟ مثل ما تعرفوا نظام غي سابق قديم. طبعاً. وفي حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه، الشيخ زايد استحدث من الفلي، والحين تقدر تشوفه بالطريقة اللي نشوفه نحن حالياً. هذه رمال صحراء الماضي، وهي رمال صحراء الحاضر، ورمال صحراء المستقبل. هذه صحراء الأحلام. خليني اقول لك خالد، انا اللي باخذ جوله هنا، ايش رايك؟ انا معك. اعتقد ان هذه هي مرحله التحول او مرحله الاعمار او مرحله التطور في دوله الامارات، لان مبين جدا ان في الشاشات بنايات واعمار وامور قادمه في الصحراء. في جمله جميله جدا سمعتها منك تشرح الحد، قلت ان الرمل ما بيطلع ابدا برا الزجاج الا لو انت كشفته. صحيح. هذه شغلنا ان احنا نحافظ على هذا الزجاج، ونحافظ على هذا المكان انه يتم تماسك ونكمل ونطور في العمران. شكرا لك خالد. شكرا لك. كلامك صحيح. هني انعكاس لشخصيات مختلفة. هذا اللي يميز أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، خليط من الثقافات والعادات والتقاليد والديانات، عايشين ومتعايشين ومتجانسين على أرض هذا الوطن بأمن وأمان وحرية. وبما أن نحن نتكلم عن الإنسانية في بلد الإنسانية، فإسراء هي أول متطوعة في كوفيد-19 في أيام كورونا. إسراء، وهذه طبعا أبسط شيء نقدر نقدم الإسراء أو إكسبو تقدم الإسراء في الجناح الإماراتي تقدير أن يحطون صورتها في هذا المكان. شكرا يا إسراء، شكرا لكل خط الدفاع. مثل ما تشوف المكان هذا يتكلم عن، تكلمنا عن الجناح يكون أرض الحالمون، لكن المنطقة هذه تعكس الحالمين والحالمون. نعم. اللي أنجزوا، اللي يعتبروا الإمارات بلادهم، اللي يعتبروا الإمارات بيتهم، وقدموا للدولة الناس المثابرين، الناس اللي كان عندهم الطموح والشغف ان يقدمون لها البلاد الطيبة، وقدموا. الجانب الأمامي من الجناح يعكس شعار إكسبو 2020 وقصة الشعار الموجودة في إكسبو 2020. بالضبط هذا الشعار. بتلاحظ الدائرة الموجودة فوق هي المنطقة الوحيدة اللي تسمح لإضاءة أو شعة الشمس أنها تدخل للجناح.
بتلاحظ أخوي محمد أن الجناح بشكل عام جناح حي طبعاً. ويعكس مثل ما كان ذكرنا الصقر، والصقر تحس فيه، تحس أنه هو عايش، تحس أنه it's a breathing pavilion. وعلى هالأساس الأضاءة بشكل عام كل شوي تتغير. ما أنت متخيلين أننا في مكان حيوي داخل الجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، مكان جداً حيوي، مكان الحالمين. هذه قصص لناس عاشوا في دولة الإمارات، سووا اللي عليهم وسلموا الرأي لغيرهم بطريقة جدا جميلة سلسة، بدعم القيادة الرشيدة، بدعم الحكومة بما تعنيه الكلمة من دعم. الدكتورة هذه من العناصر الغير إماراتية اللي اشتغلت في دولة الإمارات وأبدعت في مجالها وعملت الكثير في مجالها، اهتمت بأهم طائر الوطني مالنا، شعار دولة الإمارات العربية المتحدة، من هذا الطائر الصقر، لهجتنا العامية الصقر. يعني هنا في قمة الفخر والإعزاز، جميل جدا أن خالد حتى هو يخبرني السالفة، حاطتني في مود يعني ما أعرف شو أقول. خالد أنت هو هذا ينفع مديتيشن باي ذا واي، الرجل يدخل في مود أحسن. توني طالع من البيرل داخل، شفت عرض سينمائي جميل جدا عن قصة بنت صغيرة اسمها عوشة. عوشة هذه عاصرت الثلاث أجيال في دولة الإمارات العربية المتحدة من البداية إلى مرحلة التطور وإلى حاضرنا الآن، وإن شاء الله إلى المستقبل. أنا أنصحكم لكم تتوني تشوفون هذا الفيلم لأنه جميل جدا وهادف جدا ومعنوي في فكرته. من جناحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، المفاجأة الكبرى أن هذا الجناح باقي لين بعد شهر 3 اللي هو آخر يوم لإكسبو 2020. يعني هذا المكان بيتحول كامل إلى مكان مستدام، مكان مستدام في دولة الاستدامة. كل مباني إكسبو بتتم معانا. رحلتنا في الجناح الإمارات انتهت، ولكن هي بداية رحلتنا في إكسبو 2020. انتظرونا، القادم دائما أجمل.